أولا السلام عليكم، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. أهلا بك. تابعنا اليوم يعني عملية سحب الثقة اللي قام بها مجلس النواب لحكومة الوحدة الوطنية. طبعا هو لم يسحب منها الثقة، بل حولها إلى حكومة تصريف أعمال، يعني هو لم ينهي الحكومة بتاتا، ولكن تحولت الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال. حكومة إصدار أي حكومة لا تستطيع إصدار تفضل. حكومة لا تستطيع إصدار أي قرار، إنما هي تصريف أعمال تسيير. فقط، وليس إنهاها لمدة هذه الثلاث شهور. أيضا أرى أن هي يعني موجودة عملية خلط الأوراق السياسية ولا خلط اللعبة السياسية لعلقة الانتخابات، ولكن أعتقد بأن هذا القرار يسير في الاتجاه الصحيح، وقرار مجلس النواب سيحظى بتأييد دولي، لأنه هو صدر عن طريق المادة 194 في اللائحة الداخلية لمجلس النواب. اعتراض المجلس الأعلى للدولة الذي أصبح يعترض على كل اعتراض المجلس الأعلى للدولة الذي أصبح يعترض على كل شيء هو أن هو شريك مع مجلس النواب في اتخاذ القرار حسب الاتفاق السياسي، ولكن نحن نعرف بأن مجلس النواب لم يصادق على الاتفاق السياسي اللي هو صدر الذي نتجت عنه حكومة الوفاق الوطني، فمجلس النواب لم يصادق عليه ولم يعتمده، حتى أن القرار رقم 1 لسنة 2020 يؤكد هذا يعني في اجتماعه بأنه هو لم يصادق على الاتفاق السياسي وما ينتج عنه وما يصدر عنه من أي توافقات، فهو في حل في أي قرار مشترك مع المجلس الدولة الذي يعتبر هو مجلس استشاري فقط. أما القرارات السياسية والقرارات التشريعية هي حق أصيل لمجلس النواب. تماما. إذا ماذا بعد سحب هذه الثقة كما يقول مجلس النواب أو كما فعل مجلس النواب اليوم، خاصة أنها تأتي مع قرب الانتخابات الليبية؟ صحيح، هذه يجب أن تقودنا الآن لمرحلة وضع القانون التشريعي، قانون انتخاب مجلس النواب. بعدما نجح مجلس النواب في وضع قانون انتخاب الرئيس، هو يسير بخطة ثابتة نحو انتخابات 24 ديسمبر إن وضع قانون انتخاب مجلس النواب. يعني المفروض الآن على مجلس النواب يعيد أو يصيغ قانون انتخاب مجلس النواب، وبالتالي ننطلق لانتخابات 24 ديسمبر بفرص متاحة. أيضا هو أتاح الفرصة لسيد عبد الحميد دبيبة رئيس الحكومة. نحن نعرف في قانون انتخاب الرئيس كل المشاركين على الانتخابات الرئاسية أو المرشحين للانتخابات الرئاسية أن يستقيل من وظيفته قبل الاستحقاق الانتخابي بثلاث أشهر. يعني إن كان الانتخابات تكون في 24 ديسمبر، نحن اليوم باقي على 24 سبتمبر ثلاث أيام. يعني هو الآن أهدى الاستقالة هذه على طبق من ذهب للسيد عبد الحميد دبيبة ليكون منافس في الانتخابات الرئاسية القادمة، ليست كما يصور بعض الإعلاميين وبعض التابعين لتوجهات أخرى بأن هذه ستعيق الانتخابات وستضع الدولة في أتون حرب أو أتون فوضى أو لا، بالعكس. يعني نعم، إذا من الممكن أن يترشح دبيبة اليوم لهذه الانتخابات. نعم، من الممكن أن يترشح دبيبة إذن بعد سحب الثقة منه، وإن قدم الاستقالة قبل ذلك، أن يترشح على الانتخابات. هو الآن يعني بعد سحب الثقة هو في حكم المقال، ستبقى حكومته بحكومة مصغرة تسييرية فقط لتصريف الأعمال لمرتبات لأشياء لوجستية مهمة فقط، ولكن لا تستطيع اتخاذ أي قرارات، وخصوصا نحن رأينا في الفترة الماضية
بأن هذه الحكومة بدأت تشتغل على أنها حكومة سنوات وليس حكومة أشهر، يعني بدأت تتدخل في قرارات استراتيجية، في اتفاقيات، في معاهدات، في استثمارات دولية وداخلية، خارجية وداخلية. فأعتقد بأن مجلس النواب يتجه في الاتجاه الصحيح إن لم إن أصدر قانون التشريع في انتخابات مجلس النواب، وبالتالي بعدها لم يفصلنا أي شيء عن انتخابات 24 ديسمبر. أما بالنسبة للدخل المجلس الأعلى للدولة فهو لا يعني بأي شيء، هو استشاري، هو يصدر بيانات إعلامية فقط يعني. نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلتم به. ضيفي من مصر الأستاذ منير الساعدي، ناشط سياسي ومدير مركز أوكوبوس للدراسات السياسية والاستراتيجية.